فيه في نقطة كتير مهمة. إيش رح تسمعون من نقاش وعرف المسرحية الهدف منه هو الحفاظ على الأسرة الفلسطينية، وبالتالي إحنا بنآمن إن الأسرة الفلسطينية هي قامت على عمودين، المرأة والرجل. اليوم الهدف منه هو عرض مسرحي، الهدف منه هو توعية النساء والرجال هون في قرية إدنا حول الحقوق القانونية للنساء لحتى نساهم في رفع مستوى المعرفة، وفي نفس الوقت نعزز من متانة الأسرة الفلسطينية في حمايتها من خلال لغة القانون وتعزيز آليات التواصل مع المحاكم الشرعية من أجل خلينا نقول تعزيز قيم القانون ولغة القانون والبعد عن الحلول العشائرية اللي بتتوجه لها النساء، بالإضافة إلى الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي. أنا 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 كبرت على شوالك، تركت أمي، تركت أبوي، أختي، كل قرايبي، تركت حتى أهلي، وأنا تركت بيتي، بيتي عشان أجي على بيتك مقابل هالصندوق اللي فيه اتفاق تحترمني وأحترمك وهي سهلة، سهلة ولا لا يا خالتي؟ سهلة على الاتفاق ولا لا؟ احنا اليوم بصدد تنفيذ فعالية مسرحية اسمها حورية. حورية هي مسرحية بتحكي عن الحماية القانونية للمرأة. طبعا هاي المسرحية تأتي ضمن عدة أنشطة في مشروع الحماية القانونية للنساء. طبعا مؤسسة أدوار بتنفذ هذا المشروع ضمن استراتيجية البرنامج الاجتماعي اللي بيهدف للقضاء على كافة أنواع العنف ضد المرأة والعنف المبني على التمييز ضد المرأة، العنف مبني على النوع الاجتماعي. هذا سؤال مهم. الأخت روان سألتني عن الفرق بين المحاكم الشرعية والمحاكم النظامية. أولا المحاكم الشرعية تم تشكيلها بناء على قانون أصول المحاكمات الشرعية. الوجهة عندنا ثلاث أنواع من المحاكم، ثلاث درجات من المحاكم الشرعية. طبعا احنا هاي الفكره ندعمها، هاي نوع من صلب عملنا تقريبا، كون مجموع مؤسسات من الضروري ان نوزع ادوارنا، بما انه المؤسسه اسمها مؤسسه ادوار، نوزع ادوارنا نحو خدمه الناس، نحو توعيتهم لحقوقهم بحيث يصبح الامر حقوقي اكثر منه اغاثي. توعية المرأة للقوانين اللي بتنظم سير الحياة الفلسطينية، دورها في المجتمع بحيث أنها ما تتعرض للتهميش. هذا أمر جميع طبعا بصب في مصلحتنا إحنا كمركز، كمان إحنا كمجتمع محلي في البلد كبلدية، هذا الكلام كله بخدمنا، وبالتالي إحنا ندعم مثل هاي المبادرات وبنرحب فيها في كل لحظة، وراح نوفر عادة الطاقة والطواقم اللازمة كمان لمساندة المؤسسة أو مؤسسات أخرى تقوم بمثل هذا الدور. المسرحية كانت جيدة جدا، يعني وصلت، كان الهدف منها توعية النساء لحقوقها القانونية والشرعية والاجتماعية، سواء الزوجية ولا المجتمع بشكل عام. اللقاء كان جيد. تحرق الصبح والظهر وعقل وربت أربع أولاد، في الأخير جوزها